هو الصداع بوجه عام يعني عرض لأمراض كتير، ولكن في صداع بيكون مرض زي ما هنوضح دلوقتي. لكن تعريف الصداع هو عبارة عن ألم يصيب الرأس، يا إما يكون شديد أو بسيط. بيكون يبدأ في مقدمة الرأس اللي هي أعلى منطقة الحاجب، أو في الحاجب في مقدمة الرأس إلى منطقة خلف الرأس. ده تعريف الصداع بوجه عام، ألم يصيب الرأس يا إما يكون بسيط أو شديد، يبدأ في مقدمة الرأس إلى منطقة خلف الرأس. تمام، ده نوعه، ده تعريف الصداع بوجه عام، ده تعريف. طيب يعني هو عرض مش مرض؟ هو عرض لأمراض كتير، ولكن في بعض الأحيان بيكون الصداع مرض، زي تمام. مرض الصداع النصفي. يعني نوضحه في نهاية الحلقة إن شاء الله، هنتكلم مع بعضنا ونعرف كل شيء. الصداع العنقودي دي أمراض مش أعراض. تمام. طب هو له أنواع؟ يعني الصداع فيه نوع يعني متشعب لأنواع، ولا هو نوع واحد؟ لا، الصداع له أنواع كتير. أهمهم طبعا في حاجة اسمها الصداع الوعائي، وفي الصداع الالتهابي، وفي الصداع الانجذابي اللي هو الصداع الجر، وفي الصداع الانقباضي، في الصداع المشار إليه، وفي حاجة اسمها الصداع النفسي أو الصداع بسبب التوتر، وده أشهر نوع. يعني دي أنواع الصداع. دي الأنواع. طيب الأسباب، طبعا في واحد ممكن يقول لك أنا عندي صداع في الحاجب هنا، وفي واحد تاني ممكن يقول لك أنا عندي صداع في خلف الرأس، وفي واحد تاني ممكن يقول لك أنا عندي صداع هنا. إيه يعني إيه الفرق ما بينهم وإيه الأسباب؟ هنتكلم عن أسباب الصداع بوجه عام، ومع ذلك هنوضح الحاجات دي. تمام. أول حاجة اتكلمنا عنها، قلنا إن في حاجة اسمها الصداع الوعائي، وده بيحصل بسبب الاتساع الشديد في الأوعية الدموية، أو بسبب الالتهاب الشديد في الأوعية الدموية. وده ليه نوعين، نوع أولي ده زي الصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع بسبب التهاب الشريان الصدغي، ونوع ثانوي زي اللي يحصل في الأمراض الشهيرة المعروفة زي مرض ارتفاع ضغط الدم، أو مرض هبوط السكر في الدم، أو مرض نقص الأكسجين في الدم بشكل عام، أو مرض الأنيميا الشهير المعروف طبعا، أو بعض الأدوية اللي بتوسع الأوعية الدموية زي أدوية الذبحة الصدرية، وتناول الكحوليات والحاجات دي بوجه عام، أو التعرض لعدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية بوجه عام. يعني ده الصداع الوعائي، ودي أسبابه. الصداع الالتهابي بيحدث نتيجة الالتهاب في الأغشية السحائية زي حمى الالتهاب السحائي المعروفة، ودي بيكون فيها صداع شديد جدا وارتفاع شديد في درجة الحرارة وتيبس في عضلات الرقبة وعدم القدرة على التركيز في الضوء. تعرف على طول ان دي التهاب سحائي، وهي خطيرة جدا ولازم التأكد عليها كويس. فيه التهاب أغشية المخ بسبب الفيروس يصيب المخ، دي عدوى فيروسية تعمل صداع وارتفاع شديد في درجة الحرارة وضعف عام في الجسم. في التهاب في الأعصاب الحسية في الرأس عموما، زي التهاب العصب ثلاثي التوأم، ده بيعمل صداع شديد جدا. ده الصداع، اتكلمنا كده عن الصداع الوعائي والصداع الالتهابي. في الصداع الانجذابي اللي هو بيحدث بسبب زيادة ارتفاع ضغط المخ أو بسبب الإطالة في سحايا المخ، زي مرض ورم المخ، وده مرض طبعا خطير جدا، ونزيف المخ بكل أنواعه، ويحصل برضه في حالات خراج المخ وكده، يحصل إن في يزيد ضغط هنا المخ. هنا بتزيد خطورة الصداع، هنا بقى يبقى هنا الصداع خطير. الصداع ده خطير، وهنتكلم عنها فيما بعد برضه خطورة الصداع بتكون إزاي. ده النوع التراكشن هيدك أو الصداع الإنجذابي. فيه الصداع الإنقباضي، ويسمى الإنقباضي لأن هو بيحدث للناس اللي عندهم على طول عضلات الرقبة بتكون مقبوضة بوجه عام، تكون مشدودة يعني. بيحصل في السواقين أو المحاسبين أو الناس اللي عندهم انزلاق في غضاريف العنق، أو التهاب وتيبس في الفقرات العنقية.